أوكي. المحاضرة السابقة كنا بلشنا حكينا بالميثود اوف ايفابوريشن، كيف بتصير عملية تجفيف المواد وعمليات الدراينج. المحاضرة هاي ان شاء الله رح نحكي عن عملية الكولينج، كيف بتصير عملية تبريد المواد. بداية، شو هي الاوبجكتيف اوف كولينج بروسيس؟ عملية الكولينج ممكن انه احنا نستخدمها، هي عملية preparation for several substances. بنستخدمها عشان نحضر منها مواد مختلفة، زي ممكن نحضر انسولين، ممكن نحضر بعض انواع الفاكسينز. برضو كمان نستخدمها بعملية distillation process to get any concentrated form، عشان نحصل على التركيز الاعلى من المادة. الكولينج also increase solubility of some substance، بتزيد ذائبية بعض انواع المواد زي الستارش مثلا. وأيضاً بنستخدم عملية الكولينج ببعض عمليات الإكستراكشن، وبنستخدمها to store some substance for a long period of time، عشان نحفظ بعض أنواع المواد لفترات زمنية طويلة. نحكي على عملية الفيوجن والملتنج، اللي هي عملية انصهار المواد. It's a process by which the solid get converted into liquid، هي العملية اللي بتتحول فيها المواد من الحالة الصلبة للحالة السائلة دون إضافة أي solvent، without the addition of any solvent. It's the process of heating the solid material، هي عملية تسخين للمواد الصلبة until they melt، عبين ما هاي المواد بتبلش تنصهر. شو هي الأوبجكتيف من عملية الفيوجن أو الملتن؟ to purify certain substance، عشان تصير عملية purification، عملية تنقية لبعض المواد، زي تنقية بعض أنواع الهارد بارافين أو البيز واكس. برضو كمان to prepare ointment which contain the solid and semi-solid formulation، عشان نحضر الointment اللي بعضهم بيحتوي على بعض أنواع اللي بتكون المواد اللي بتحتاج لها عملية purification. Note that to avoid heating substance، عشان أتجنب عملية overheating with high melting point، they are melt first then the lower material will be melt together. يعني إذا عندي مادتين وأنا بدي أصهر المادتين، ببدأ من المادة اللي درجة حرارتها مرتفعة وببلش أعمل cool down، then ببلش أضيف المادة الثانية اللي أنا بدي أعمل لها عملية الملت. عندي عملية يطلق عليها اسم crystallization. Crystallization هي عملية تكوين كريستالات أو بلورات من المادة. Crystallization هي عبارة عن structural unit في الكريستال، هي الوحدة الرئيسية ببعض أنواع المواد، يطلق عليها اسم crystal، زي الآيس، زي الصوديوم كلورايد، زي المنثول. They are arranged in fixed geometrical pattern، بتكون مرتبة ومصنفة بشكل هندسي متماثل. Crystalline solid they show defined melting point passing sharply from solid to liquid state، إلهم درجة انصهار محددة وهو رقم ثابت. عملية crystallization occur by precipitation of the compound out of solution in ordered arrange، هي عملية ترسيب للمادة بordered arrange بشكل منتظم. شو هم الفاكتورز اللي بيأثروا على عملية الكريستاليزيشن؟ بداية، شو نوع السولفنت اللي احنا بنستخدمه؟ 2 temperature درجة الحرارة، 3 pressure اللي هو الضغط، 4 solution concentration must be supersaturated، يجب انه المحلول يكون فوق الإشباع. شو هم انواع الكريستال؟ الكريستال formation can be divided into two types، عندي اياهم نوعين. First type of crystal are composed of action، أو بيكونوا هم عبارة they are composed of cation and anion. النوع الأول من الكريستالات تتكون من شحنات موجبة وشحنات سالبة، known as a salt، هي عبارة عن أملاح زي مثلا sodium acetate أو ببساطة زي sodium chloride. Second type من الكريستال they are composed of uncharged species، هي عبارة عن كريستالات من مواد غير متأينة، ببساطة زي المنتول، زي المن، زي السكرو، زي الجلوكوز، زي القطر لما بيترسب وبيبلش يعمل كرامب.
شو هي طريقة الكريستاليزيشن ميثود؟ أحد أشهر الطرق هي عملية الكولينج، هي عملية التبريد عشان نحصل على سوبر ساتوريتد سوليوشن. والنوع الثاني هي عملية الإيفابوريشن عشان نتخلص من أي سائل أو من أي كمية سائل إضافية موجودة. النوع الثاني ممكن عن طريق addition of a second solvent to reduce the solubility of solute عشان نقلل من ذائبية السوليوت. هذا التكنيك يطلق عليها اسم anti solvent أو إشي بنسميه drawn out، اللي هي عملية طرد المادة خارج السوليوشن. solvent layering اللي هي تكوين الطبقات، أو عملية sublimation التسامي. changing الكاتيون or anion as well as other methods. في عنده طرق أخرى مختلفة من عملية الكريستاليزيشن. في أي استفسار لهون يا شباب؟ في أي معلومة مو واضحة؟ في أي استفسار يا شباب؟